On the 23rd of January, some of the rebel groups will be face to face with the Assad regime in Astana conference, which is held by the Russian and Turkish agreement. This conference was preceded by an overall ceasefire, which is broken every day by the Assad rockets on Wadi Baradan, on Idlib, and on the western countryside of Aleppo. Some of the rebel groups refused to go, having doubt of any success of this one, because many decisions in the previous conferences haven't been performed until now. We are in the western countryside of Aleppo, having some of the people's opinions about this conference. في 23 شهر الجاري راح يكون في اجتماع في الأستانة بين المعارضة السورية الثوار والنظام الأسد حول انتقال سياسي فيما بعد. ما رأيك في هذا الاجتماع في جلوس لطاولة المفاوضات مع نظام الأسد؟ نعم، حياكم الله وحياكم أخوتي. إن شاء الله نحن نأمل من الله تعالى أن الأخوة اللي ذهبوا للأستانة يعني أن يحققوا مطالب الشعب المسلم في أرض الشام من أسقاط النظام وتحقيق الحرية اللي ذهبت من أجل دماء وقطعت من أجل أشلاء، وتحقيق مطالب إن شاء الله الشعب في الشام. فإن شاء الله نأمل فيهم كل خير، وهذا ثغر من ثغور المسلمين في موضوع السياسي كما لنا هون ثغور ومعارك في الواقع في الساحة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى في البداية أنه يكون فيها خير إن شاء الله. طبعا هلا يعني جينا الواقع أنه يكون لنا سياسة خارجية نحسن مثلا إن كان تفاوض أو أي شيء تعامل مع دول خارجية، هذا نحن شيء بيفرحنا بيسرنا. يعني العسكرة نحن بنفتخر فيها وأيضا السياسة، بس ولكن يعني أنا كرأي شخصي إنه نكون نفاوض بقوة، نكون نحن يعني ما ننجر أو ننسحب انسحاب بحيث إنه نروح على يعني مؤتمر أو تفاوض. نحن اللي نضطر يعني نخلي النظام يعني يكون ينجبر يتفاوض. أول شغلة بالنسبة للموضوع الذهاب للأستانة، يعني المفروض يكون في جهة تمثل الحل السياسي مقابل العسكر. فقضية إنه العسكر يستمروا بهالوضع هذا بدون أي مرافقة سياسية خارجية، فأنا كقناعة لي المفروض إنهم يذهبوا للمفاوضات. لكن إنه يا ترى هل المفاوضات رح تحقق آمال الشعب السوري؟ من المستحيل تحقيق آلام وآهات الشعب السوري. المفاوضات اللي تبع السنة 23 شهر يعني هو شغلة جيدة كويسة، يعني أمور لازم السوار يفكروا فيها تفكير كويس، يعني يدرسوها دراسة كويسة، وإذا فيها إيجابيات شغلة مصلحة الثورة ما في مانع بنروح لهونيك أو لينفذوا طلبات الثورة وطلبات اللي نحن بدنا إياها. طبعاً إذا نروح لهونيك و الأمور مدروسة وموقعة جاهزة ضد ثورتنا نحن بنرفض الشيء طبعاً. Whatever happens in the Astana conference, no one should forget that dozens of thousands are in the prisons, hundreds of thousands passed away, and millions are refugees. Abdulkafi Hamdo, Qassi Agency in the western countryside of Aleppo.